صناعة وطن اليوم رح يرفقكم بجولة داخل معمل لتصنيع آلات وخطوط إنتاج خاصة بالأفران والمخابز. خبرة أكثر من 30 سنة بمجال الصناعة بتترجم بشركة سابيتك لصناعة آلات وأفران الخبز والحلويات والكعك والمعجنات بمختلف أنواعها. تصاميم متنوعة ومتطورة لخطوط إنتاج حديثة تهتم بأدق التفاصيل الخاصة بتجهيز الأفران. خلينا نبلش جولتنا سوا. سابيتك شركة تأسست سنة 2000، تأسست طبعاً على إيد خبراء مختصين ومهندسين مختصين، واجتهدت هالشركة. بداية ابتدينا بمحل بمساحة 120 متر وكبرنا، نحن اليوم موجودين على مبنى مساحة 13500 متر، طبعاً بتنظيم كامل. عنا قسم المخزن مستقل، وعنا قسم التصنيع، وعنا قسم التخزين ما بعد التصنيع قبل ما البضاعة تنشحن لزبوننا. شركة سابيتك اشتغلت كتير على تطوير هالقطاع هيدا، تقريباً 23 سنة بلشت الشركة بخبرة 30-35 سنة، كنا بـ 12 عامل 15 عامل، نحن اليوم وصلنا تقريباً بحدود 85 موظف، وفي عنا شيء 10 مهندسين اللي هن بيشتغلوا معنا على تطوير معداتنا، تطوير المكانات، واللي كلياتنا بنشتغل كعائلة وحدة. كل سنتين ثلاثة في عنا بصمة جديدة أو شغل جديدة أو صناعة جديدة، ابتكار جديد نزلناه على السوق. بداية طبعاً ابتدينا بالسوق المحلي اللبناني، وبخط كان بيسموه نص أوتوماتيك، طورنا نص أوتوماتيك، وكان لنا بصمة نحن بالتغيير اللي حصل حتى عملناه فول أوتوماتيك. اليوم نحن ممكن مشرف واحد يشغل الفرن كله من الألف للياء بدون ما حدا يحط إيده على رغيف الخبز أو العجين. من بعد منها طرقنا لصناعات تانية، فردنا بتصنيعها، وكان عندنا أول مكنة أنتجناها سنة 2002 اللي هي مكنة القطايف، كمان فول أوتوماتيك، وأخذنا فيها براءة اختراع مسجلة بالدولة اللبنانية. رجعنا بال2008 اشتغلنا على تطوير، وهي كانت نقلة كتير كبيرة بصناعة الرغيف اللبناني اللي هي مكنة اللي بتعد الخبز. أول ما بلشنا فيها صارت العالم تضحك علينا إنه أنتوا شو عم تعملوا، الخبز اللبناني ما بينعد إلا بالإيد. اشتغلنا كتير على دورات تدريبية للعمال، اشتغلنا كتير على مهندسين يكونوا معنا بهالفريق هيدا لنطور هالمصلحة هيدي، لأنه اليوم إيد وحدة لحالها ما بتقدر تشتغل. كجروب كأكيب عمل كبير كلياتنا مع بعضنا قدرنا وصلنا. من بعد منها حصل تطور أكتر، دخلنا عنصر الإلكترونيك على المعدات الصناعية، ونحن كنا المبادرين الأول بهالمجال هيدا لنقلل من الأعطال وتيكون في دقة عالية بالمكنة. أنتجنا مكنة كعك بجودة عالية مصنوعة طبعاً من ستانلس ستيل، وهي إلكترونيك فول برمجة. أنتجنا خط التنور اللي هو أوتوماتيك، تحول لمعدات كمان بدون ما تلمسوا الإيد. نحن خصين جزء كبير من أرباح الشركة مش لنصرفه على نفسنا، لنطور نفسنا ونطور معملنا. معروف الخبز الشباتي هو خبز هندي، نحن قدرنا نصنع لهم خط أوتوماتيك بجهود الشباب الفريق تبعنا والمهندسين. قدرنا نروح لنصنع خبز التورتية اللي هو الخبز المكسيكي، عملناه بنظام عالمي. اليوم عم نشتغل على نظام أوروبي، لأنه نحن أخذنا شهادة CE بكل فخر، وأخذناها من فرنسا، أخذنا الآيزو، واليوم عم نشتغل نحن على معداتنا بخرائط، بنظام، بتطوير، بطريقة شغل، بطريقة رسم اللي هي الطريقة الأوروبية 100%. وبيكون عنا لكل زبون عنا له فايل خاص فيه، سبير بارس كلياتها معروفة، كل القطع اللي راكبة على مكاناته معروفة شو هي، معرف مقاساتها ومعروف كل التفاصيل تبعها بالعدل والكمية. عملنا مكنة الباكج، وهذه كانت بتنقصنا نازلة على السوق بجودة عالية وسوبر ممتازة، هيك بيكون كاملة العملية. قبل منها كان في عملنا شيء اسمه كنترول قبل بيت النار، في حال أي رغيف كان في أي عيب ما أي شائبة بتشيلوا هاي المكنة حتى ما تاخذوا الرمى. ورجعنا عملنا عملية المنخل ورفعة الطحين، هاو بيركبوا تحت المكنة اللي هي اسمها الرقاقة، تاخذ الطحين الفاضل من المكنة
بتنخلوا بترفع اوتوماتيك على قلب المكنه، طبعا بوجود السنسر كل ما نقص المنخل بتشتغل اوتوماتيك. معداتنا منوديها على كل العالم، هذا خبز لبناني صح بس هو صار راكب بكل دول العالم. خط التشيبس اللي انتجته شركه سابيتك بتميز انه هو مصنوع من الخبز اللبناني وبيدخل على فرن بينخبز خبيز شوي مش قلي ابدا، هو خبز صحي. وعندنا ماكينه الكراكت كمان فول اوتوماتيك، صحيح مكنة ضخمة شوي بس جودة عالية، تقنية جيدة جدا. نعطي للزبون خبرة الميكانيك والصيانة والنوهاو كيف بينتج مكناتنا، بينشغل عليها 24/24، ينعمل للصيانة مضبوطة بتوجيهات من الشركة من عنا، وبتاخدوا معدات بتضاهي العالم. لهالسبب هيدا نحن واثقين بصناعتنا وعارفين نحن شو عم نعطيكم، واتكلوا على هالشركة هيدي اللي هي رح توصلكم ببر الأمان. قدرنا نطور فرن فرنجي بيصنع الخبز الفرنجي والكعك والكعك المحلق، بيعمل كل هالمخبوسات. أضفنا على الخط الأوروبي تقنية جديدة بالتهوئة تبعوله حتى نقدر ناخذ مخبوسات سوبر ممتازة. شركة سابيتك هي طبعاً موجودة بلبنان، صناعة لبنانية، هي مستعدة بأي وقت لأي شيء جديد بيخطر ببالكم من منتجات جديدة إنه تصنعكم الخطوط لها. وبنتمنى تشجيع هالشركة، شركة سابيتك الموجودة بلبنان، وطبعاً هذا البلد رح نبقى فيه وما بنتركه أبداً، هذا وطننا.